بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول: ما الفرق بين السنة الواجبة والسنة المستحبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الأوامر التي في القرآن أو في السنة، الأصل الوجوب. إذا أمر الله بشيء أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، فالأصل في ذلك الوجوب، ولا يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب إلا دليل آخر من الآيات أو من الأحاديث. وقد يكون الأمر للإباحة، قد يكون للوجوب، وقد يكون للاستحباب، وقد يكون للإباحة، مثل قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، حللتم من الإحرام فاصطادوا. ما هو بأمر وجوب هذا ولا أمر استحباب، وإنما هو أمر إباحة. الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه للإباحة، لكن الأصل الوجوب إلا إذا دل دليل على صرفه عن الوجوب من الكتاب أو من السنة.